العلم من حولنا يغذي الفكر والإبداع يرسم معالم الفن. وجمعية براعم الفن الثقافية لولاية سكيكدا أبدعت على ركح المسرح الجهوي في عين البيضاء من خلال العمل المسرحي إبداميغا، أي معنى إبداع، وأوميغا البلد المتطور. كان عرض اليوم على ركح أم البواقي أو عين البيضاء، كان ثاني عرض لهذه المسرحية، هي إنتاج جديد للجمعية، حيث كان أول عرض في الأيام الوطنية لمسرح الطفل البدواوي في ولاية بومرداس، وتوج هذا العرض بالجائزة الكبرى. وأوميغا هو رمزنا له إلى بلد التطور، ومن هذا جاءت كلمة إبداميغا، هو أنه يتحد التطور والعلم والإبداع والفن. شاركنا اليوم بعرض مسرحي للأطفال تحت عنوان إبداميغا، اللي هي كلمة عندها جزئين، إبداع وبار كونتر كاين أوميغا اللي هو بلد مختص غير في تطور العلم القتال، غير في الكوتي هذا وين كاين تناقض بين العالمين. نقدم الشكر للمخرجة تاعنا اللي عملت على التوجيهات واللي كانت معنا من البداية حتى اليومنا هذا وتعطينا إرشاداتها ومخلتش علينا بحتى حاجة، ونشكر تاني كل الناس اللي دعمونا باش حققنا هذه المسرحية، الطاقم الفني اللي معي كامل زملائي، وكذلك دار الشباب اللي كانت يعني الملجأ انه اللي خدمنا فيه. نشكر السيد عاشور بوكلوة مدير دار الشباب لولاية سكيكدا. وجدر بالذكر أن جمعية براعم الفن الثقافية لولاية سكيكدا نالت المرتبة الثانية في تصفيات أم البواقي، وذلك استعداداً للمشاركة قريباً في المهرجان الوطني لمسرح الطفل.